الحرية، القتل، السلام، الديمقراطية. وطني بهلمبيغ الماني فيدرالي ليبرالي ديمقراطي، فيه نتقاسم السلطة ونتقاسم الثروة ونغني سوداني سوداني عزة وهوية وكرامة إنسانية، ونكتب هنا نكتب مجد قصر التاريخ بحرية وديمقراطية، وها هنا نكتب حكومة عسكرية فارغ أنيابه مقبلا ومكشر إيراد شعبه، حكومة اسمها كجرية. يا ويل يا ويل يا عسكر، وين تقبل حكومة ديكتاتورية؟ أهدل ولا دوها جبهجية، حبايب المبادئ إنسانية، حرية أدارة ديمقراطية، سودان جديد، عزة وهوية. شاكر ومقدر لإعطاء الفرصة السلفين، فرصة للحوار والنقاش بالتحديد UBF. أنا ما عندي إشكال بالتحديد في إطار ما السلفين بالتحديد، لأنهم قاعدين بيتكلموا عن إطار بتاعت الدين مهدد وده الناس، وما دام إطار بتاعت الناس أو إطار بتاعت الدين ده من الكتب السماوية الموجود، أنا ما عندي فوق إشكال، ما عندي فوق إشكال نهائي. ما دام هم بيحترموا إطار بتاعت الدين بتاعهم ما عندي إشكال، لكن أنا UBF بالتحديد أنا نتكلم عن إدارة بتاعت الدولة بالتحديد، عاملين مشروع الفكري بتاعت الدولة بالتحديد. المشاكل الموجودة في إدارة بتاعت الدولة من خلال تحليل أننا شايفين على أساس اختلافات الموجود سواء كان ديني أو إذني أو إرقي أو لوني، أنا بكون في اختلاف، ما بكون إدارة بتاعت الإسلام على أساس يكون في حكم مثلا، أو على أساس يكون في دستور مثلا، على أساس يكون في دستور مثلا كمصدر تشريعي للسودانيين أو للمجتمع السوداني بالتحديد، ولا بعد إطار بتاعت الألمانية بالتحديد، هو بيحترم إطار بتاعت الدين وبحفظ له حقه. بحفظ له حقه كيف؟ هاي بحفظ له حقه، ما دام هو بحفظ له حقه في إطار الإسلامي، أنا نقطة إدارة بتاعت الدستور يحفظ لكل الأديان الموجود سواء كان إسلامية مسيحية، كثرة الأديان الموجودة كله يحفظ لهم حكم في إدارة بتاعت الدستور ذاته، يكون في قرارات أو يكون في إدارة بتاعت البنود بتحكم. لو مثلا إنسان انتهك من حق الإنسان الثاني يجي يتحاسب، يجي يتحاسب. ما عندك بشغلة، ما عندك شغلة بإنسان إسلامي، وما عندك شغلة إنسان ماشي كنيسة ماشي مسجد، ما عندنا بو شغلة. بعدك عندنا قانون مثبتين كثرة الأديان والتسامح، بدينا إلى إطار التعايش السلمي، وكثرة الأديان وعدم التسامح بدينا إلى غربات الطائنة بالتاريخ. يلا بعدك في عالم سهي قالوا بني يا أخي الألمانية دا قالوا هو فضل الدين عن الحياة في الإدارة دا صح نزل موجود، لكن أنينا ما قاصدين على أساس يكون في فضل الدين عن الحياة أنباتا، لا فضل الدين أو فضل المؤسسات بتاعت الدين، فضل المؤسسات بتاعت الدين عن فضل المؤسسات بتاعت الدولة بالتحديد. لأن الدين ده برجع مثلا للإنسان هو وربه، هو وربه أو طريق مثلا على أساس هو يسير يودي مثلا مع ربه، هو على حسب حاجاته. كدين الإسلامي طريق بودي مثلا بتار بتار ربه، بعدك باقي الأديان كله بكون عندهم مسار أو بد بالو. لكن لما تجي في تار بتاعت المؤسسات بتاعت الدولة كل الأديان ده بكون نجي نلتغوا مثلا في تار بتاعت الدستور الموجود، دستور الموجود المواد يحكمنا كلنا، يحكمني أنا ويحكم إنسان ده ويحكم الإنسان الثاني، بعيدا عن إذنية بتاعه، بعيدا عن اللون بتاعه، بعيدا عن الإرق بتاعه. لا ده كدولة، أنا نتكلم عن الدولة، لأنه إنسان هو بيكون الدولة، لكن الدين ده برجع حاجة علاقة بين أب ورب. شاكر ومقدر في هذا الفرصة. طيب الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. الأخ خطاب لنا خطاب كويس نحن، لكن كلامه في الدين كلام شين والله جد. وانا اخوانا انا ما برضى والله لو نبستني انا وشكرت الدين والله ما ارد عليك، لكن ما ممكن يا زول تطعن في الدين وتشكرني انا، كلامك ده كله طعن في الدين. طيب انا بمسك لك نقاطه دي واحده، وانا دايرك تكون قريب عشان نتناقش. انت ما قلت حريه وديمقراطيه صح؟ بمبادئك دي بس نتناقش. اول كلام قاله قال السودان بلد متعدد،
عشان كده نحكم بالعلمانية وهو بيدعي الديمقراطية. طيب الديمقراطية بتقول إنه الحكم لمنو؟ للأغلبية. نحن في السودان الأغلبية شنو؟ مسلمين. يبقى بالديمقراطية حقه نتحكم بشنو؟ نتحكم بالإسلام. ده نمرة واحد عشان تعرف إنه شعاراتك اللي انت بترفعها معلش أخونا ده قد يكون معارفة أو لأنه عنده موضوع معين انساق وراء الشعارات دي، لكن يا أخوانا دي شعارات كذب ساكت. نحكم على العلمانية بمنهجه ذاته، بمنهجه كده خليك من برا السودان. نحن هنا ما متعددين الأثنيات، الأديان دي أنا جايك لها. نحن أسي ألواننا واحد، أسي أخواننا الجودل نحن ألواننا واحد، قبائلنا واحدة. ده من وين وده من وين وأنا من وين وداك من وين، ما واحدة. نحن الجمع جابنا كلنا خلانا نبقى سلفيين شنو؟ الدين. نحن كلنا في الركن ديل قبل مشينا صلينا، صح ولا ما صح؟ الخلانا نقعد في مسجد ديل كلنا شنو؟ لمانا ولا ما لمانا؟ تقول لي إلا العلمانية. فالحكم على العلمانية حقتك بمنهجه ذاته حكم باطل، ما بتحكمونا بعلمانية بمنهجك انت يا اخوانا. العلمانية نجرنا نحن. الديمقراطية ده مش هو تعريفة إنها حكم الأغلبية. خلاص الأغلبية هنا قالوا دارين شنو؟ دايرين اسلام ودين، ما دايرين علمانيه. وانا بس ما داير اجوط عليك، لكن هسه لو دار اجوط عليك اقول لك اخواننا رايكم شنو؟ زول ده نمرق ولا ما نمرق؟ نقوم نمرق، صح ولا ما صح؟ خلاص دي النقطه الاولى، دي النقطه الاولى. فالحكم على العلمانيه بالعلمانيه والديمقراطيه اللي انت قلتها انت، انه نحن ما دايرين علمانيه ولا ديمقراطيه. قبل الايات، قبل الايات دي نمره واحد. نمره اثنين، قال إن يا أخواننا السودان أو العلمانية بتحفظ لي للناس قال شنو؟ قال لو زول ماشي كنيسة ولا مسجد ما عندنا به شغلة، ده كلامه. يعني بتحفظ لك حقك، وأنا بقول لك ما بتحفظ حقي، لأنه القرآن بتاعي قال لي الدين يحكم. ربنا قال وأن احكم بينهم بشنو؟ بما أنزل الله. وربنا قال ومن لم يحكم، دم القرآن. يعني أنا بقرأ في مصحف يا أخوانا، كده ركزوا معي. المصحف اللي أنا بعتقده جوا قلبي قال لي لو ما حكمت بالقرآن والمصحف ده أنت كافر، أقوم أخليه ولا أحكم به؟ رأيك شنو هسي؟ أنا بديك سؤال جايب لي عليه أنا كمسلم. ربنا سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا شنو؟ أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هل أحكم كلام الله ده ولا ما أحكم؟ تفضل حكم. جاب لي على السؤال، ولو عندك نقطة تانية أذكرها ما في مشكلة. جاب لي على النقطة دي أنا كمسلم، وهل إذا أنا تركت قطع يد السارق هل أنا ببقى مسلم ولا ما ببقى مسلم؟ بس تفضل. حرية للسلام الديمقراطية مجددا. يلا في إطار إنسان مسلم وزنا ولا عمل أو سرق بني حكمك إطار إسلامي. أنا نوعين إن إطار بتشغله، لأنه شنو؟ أنا إطار بتاع الدستور النجوبون قطدا، ده دستور عام إطار بتاع السودان. وبعدك أنت الإسلامي تكون عندك مؤسساتك، بعدك إنسانك ده تمشي تأخو ما تأخو ما عنده شغله. لكن بس في فرصة خليك قريب، ما في مشكلة. نحن يا إخواننا صدورنا رحب، والله ما بتلقى في أي ركن. أقعد معانا ذاته عشان نصل لنتيجة ونقطة. أنت بس أفهم نقطتي يا أخونا، ما تتعصب، خليك زول ريلاكس، خلي أعصابك في ثلاجة. خلاص أنا ده كمسلم، أنا كمسلم يا ناس والله من غير هزل، أنا كمسلم ربنا أمرني أحكم القرآن. الدستور العام اللي أنت بتتكلم عنه ده ربنا قال لي يكون مسلم يكون إسلامي، ده أنا عقيدتي أنا. وما برضه نصراني يجي كيف أنت ترضيني وبعد ده دار تزيح النصوص الدينية من الدستور؟ يا أخي أنا أقبل بمؤسسات بعيدة، أنا أقبل بمؤسسات بعيدة وأرضى إنه يكون الدستور العام ما هو الإسلام؟ الكلام ده بيجي؟ ده نمرة واحد، ده جاوب لي عليه. الحاجة الثانية تجاوب لي عليها، نحن في السودان أغلبية مسلمين. أسي أنا بتحداك تمرق لي أغلبية نصارى هنا في البلد دي، صح ولا ما صح؟ أغلبية نصارى أتحداك تقدر تمرقها؟ المساجد في بابا نوسى كم؟ الكنائس في بابا نوسى كم؟ ها؟ واحدة. الأغلبيات نحن دارين بالديمقراطية، أنت بترضى بالديمقراطية بتاعتك؟ أنا بس جاب لي السؤالين دل ما بدأ على اللف والدوران، بس قول لي كده وكده ما في مشكلة. والرئيس للسلام الديمقراطية مجددا. يلا في إطار بتاع الدستور ذاته
بكون في ديمقراطية الليبرالية، ليس بالتعددية بالتحديد. لأن لما جيت في طار التعددي قد يكون في مسلمين أكثر من باقي الأديان الثانية، وإنسان ده برضو بكون عنده حق في طار بتاعت الدولة بالتحديد، يكون عنده حق. لأنه ما دام هو برا إطار بتاعت الدستور بكون عنده حق، لأنه ما ممكن أنت تجي تحكم إنسان ده بإسلام وهو ما بكون مسلم. تحكم إنسان هو يعني إنسان من منذ نشأ بتاعه أو من منذ جذوره بكون قاعد مثلا في دولة سودانية، لكن لما تجي في طار بتاعت الحكم تجي تحكمه في طار بتاعت الإسلام. بس دقيقة بس عشان نواصل، خليك قريب معي. والله نحن الليلة مبسوطين بسطة جد، أصلا ما تمرق لي من هنا. خلاص يا أخواننا بس ركز معي. هو طبعا قال الكلام ده بالعلمانية ما بيجي، معليش انت قد يكون ما عندك معلومة، قد يكون انا طبعا ما دار اقول لك كذاب وكذا لانه انت جاي هادي، انا دار اهدي الوضع، عرفتها؟ فالان امريكا انا كمسلم بقدر احكم في امريكا؟ ما بقدر، لانه الدستور له 100 وحاجة سنة اللي بيحكم نصراني، وفي النصارى ما اي نصراني بالمناسبة، لانهم ذاتهم فرق، في ارثوذكس وفي بروتستانت وفي كاثوليك، لابد يكون من الطائفة المعينة حتى شنو؟ حتى يحكم. يبقى من ناحية انه بيبقى وما بيبقى، لا بيبقى. اسرائيل دي دولة دينية ولا ما دينية؟ ليه انت ما تكلمت فيها؟ ليه انت ده بالتحديد ما تكلمت فيها ليه؟ فيها يعني في شنو يعني؟ ورونا، اكشفوا لنا المغتة. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، انا ده مسلم يا اخي، انا ما بتكلم عن الزول ده، ما بتكلم، انا ده مسلم. النص ده عمل له شنو؟ انت قول لي خلي الاسلام تعالى العلمانية، ولا اقول لي نخلي العلمانيه ونبقى على الاسلام بس؟ انت جاوب لي بعد ذاك، انت تتكلم عن الليبراليه والتعدديه والحريه الشخصيه. حريه الادل سلام الديمقراطيه، حريه الادل سلام الديمقراطيه، ده كفكره انا هامله، او ده كفكره يتماشى مثلا مع اطار بتاعت السودان بالتحديد. لان الديمقراطيه الليبراليه اي انسان بيجي بلقى حقه او بيجد نفسه بيستمتع مثلا بحاجات ده، لكن لما تجي في إطار الإسلامي، في إطار الإسلامي، لما تجي في إطار الإسلامي إنسان ده برجع مثلا لإطار بتاعت الدين الواحد، يقول لك إسلام العربي بالتحديد، إسلام العربي. طيب ما دام إسلام العربي، طيب أنا مسلم وما عربي؟ يقول لك كلام ده، أنا مسلم وما عربي كثقافة حاملين إطار بتاعت الدين المهدد أو الدين الأوهاري بالتحديد. لكن لما نجي مثلا في إطار بتاعت الفكرة، ما عندنا إطار بتاعت الحدود بالتحديد. الألمانية ده فكرة بتاعت الإنسان بالتحديد، فكرة بتاعت الإنسان، ويكون في محافظة بتاعت كل الأديان الموجود. طيب أنت إنسان إسلامي أو إسلام ده دين ده بومن بينه في باقي الأديان الثاني، في باقي الأديان الثاني. بس ده جاب النقطة دي، بعدين نمشي بقية النقاط. طيب ما في مقاطعة يا اخواننا، نقطتنا انتهت. ما تكورك من برا، اي 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 حزب داري خش حبابه. نحن اخواننا نقطتنا واحدة، انا زول مسلم، انا ما دار ابقى معه علماني، دار ابقى معه علماني، انا زول مسلم. هو قال لي انا كفكرة انا دي حاملة في شخصي جوا. طيب انت في 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 شخصك جوا حامل فكرة غلط، لانه قلت لك الاقليات في البلاد العلمانية ذاتها ما عندها حقها. انا كمسلم انت بتقول العلمانيه من حقك ابقى رئيس دوله كمواطن، صح ولا ما صح؟ انا مواطن امريكي ومسلم، هل من حقي ببقى رئيس لدوله الولايات المتحده الامريكيه؟ ما ممكن، ما ممكن، صح ولا ما صح؟ ليه انتوا العلمانيين هناك ما ترضوا لنا نحن المسلمين، وفي بلد المسلمين تجيبوا لنا العلمانيين والنصارى؟ ليه؟ انا دار اوريك انه فكرتك دي غلط. ده نمره واحد. نمره اثنين، اتكلمت عن الاسلام العروبي وكلام كده، كلام مرفوض اول حاجه، ده كلام الله يا اخواننا، ما بيشبهنا احنا كسودانيين، ولا نحن بنفتخر على الناس بلون ولا بجنس. واي زول قال الكلام ده زول سيء وده زول تحت الجزمه، صح ولا ما صح يا شباب؟ اي عشان ما تقول لنا الكلام ده، ده كلام ما تقول الكلام ده. هل دي العلمانيه؟ هل يا اخواننا الاسلام جا قال يا ناس تعالوا عظموا العرب؟ في زول قال الكلام ده؟ يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امر من امور الجاهليه شنو؟ تحت قدمي هاتين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. لما أبو ذر قال لبلال يا ابن السوداء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ده كلام في راسك أنت. في الدين نحن ما عندنا، نحن عندنا أخونا صيني، أخونا من جنوب السودان، أخونا من زامبيا. نحن بيجمعنا، أنا من قبل كلامي كله، كلامي كله في إنه نحن بيجمعنا العقيدة، بيجمعنا العقيدة. نحن ما بتجمعنا العنصريات ولا النعرات،
وانا داير جواب يا اخونا يا خنا بس بالاختصار بالبلدي عشان لا مركت انت لا مركت انا. انا مسلم ديني ده يا اخواننا امرني باحكام اطبقها ولا ما اطبقها تعالي من الاخر بعد ذاك برر قل لي يا اخ والله انت الدين بتاعك ده ما تطبقه الدين بتاعك ده ما بينفع الدين بتاعك ده ما فيه ردي مظالم الى اخر بعد ذاك نحن نجي نتناقش خلاص فايت اجاوب لي على السؤال ده اذا ما عندك جواب زياده خلينا نرد على باقي النقاط لانه انت عندك نقاط ثانيه تفضل جاب على الذي لدي بس حريه لدي سلام الديمقراطيه حريه لدي سلام الديمقراطيه يلا على حسب السؤال وبقول يا اخي الاسلام ده نحكم به ام ما نحكم به طيب في دار بتاعت السودان او الطلاب الموجودين الملتفين او المنبر ده كلهم مسلمين اذا اصبحنا كلنا مسلمين كلنا مسلمين في دار بتاعت الدوله ما اشكال نحكم لكن لو مختلفين دينيا بعدك نكون اني دار بتاعت الدستور بحكمنا دستور باكمنا دستور الموجود هو باكمنا ما عندنا اشكال لكن انت الدين الوهادي دين واحد دار تحكم باقي الكائنات الموجود هم ما اسلاميين المانيا كده ما بقول يلا في دار بتاع قال الولايات المتحده الامريكيه انا كمسلم قال ما قال ما عندي حق اني جريس ما عندنا اشكال انت لو مثلا انسان مسلم لو جيت اطار بتاع الرئيس في الدوله تحكم بالدستور ما تحكم بالدين تجي تاكم دستور دستور الشعب ودادا انت تجي تاكم وليس بيتار بتتل ده حاجات فردية برجلك بينك وبين ربك كويس نرد على بقية النقاط طبعا التهرب من السؤال واضح لانه هو قال لي انت 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 لما تجي بالراحة بس ارد على اخر نقطة لك قال لما تجي انت كرئيس للولايات المتحدة بتحكم بالدستور ما بتحكم براسك صح؟ مش ده كلامك؟ طيب الدستور ذاته قال لي انت مسلم ما بتجي ذاته احكم كيف يعني؟ دي لا يقوها كيف؟ كده بالراحه كده يا اخواننا من غير زعل هو الدستور قال لك انت ما عندك الحق تترشح تبقى رئيس كيف كده يا اخواننا انا فاهم انا والله ما فاهم فهموني ما فاهم انا فهمت ده فهمي من كلامه اذا عنده فهم ثاني خليه يقول طيب نرد على باقي النقاط طيب فقال ما عندنا مشكله مع الدين نهائي دي العلمانيه دي نمره واحد نمره اثنين عرف العلمانيه تعريف من عنده قال نحن عندنا العلمانيه معناها فصل الدين عن الدوله او مؤسسات الدوله عن الدين والكلام ده اخونا باطل كلام ده باطل غلط حرام ما بجوز فيه انا كمسلم كلام ده باطل مردود عندي وشرك وكفر بالله سبحانه وتعالى لكن بعد ذاك عشان اقول فلان وادعي الله كافر ده يا اخواننا برنامج ثاني لانه نحن عندنا في الاسلام اي زول وقع في كفر ما بتكفره طوال في حاجه اسمها اقامه الحجه من انتفاء شروط وشنو وانتفاء موانع هذا زول ده يكون جاهل قد يكون ما عارف قد يكون ما بتكفره طوال ونحن بنناظر التكفيرين وبنرد عليهم وناس داعش ناظرناهم الى اخره والحمد لله طيب نقوم نرجع للموضوع كلمة علمانية الكلمة دي ما جابوها اليوبيف كلمة دي ما جابوها اليوبيف كلمة سكيولر لو في زول عنده الآن قاموس يمرقوا لنا الآن ها وينو هاي عليك الله امرق لي سكيولر امرقها S-E-C-U-L-A-R معناها شنو ليت تقول لي لا والله ما معناها كده ولا أنا أقول لك لا والله ما معناها كده معناها دنيوي أو لا ديني دي العلمانية هي فصل الدين عن الحياة كلها التعريف اللي انت نطيت منه دي العلمانية انت يا زول هوي ابقى زول نجيط وانت لو ما عارف انه الاغلبية في الجامعة دي مسلمين ما كان زغت من السؤال كان جاوبت عليه صح ولا ما صح عرفتها فانت ما قادر تصرح بالتعريف الشان حق العلمانية ده التعريف المبغوض لانه انت عارف انه العلمانية هدي له اي طالب لو داري يجي يقرأ يجي يقرأ S-E-C-U-L-A-R adjective دي الصفة دنيوي غير ديني مدني غير إكليريكي عرفتها دي سكيولر لو داير تعال نوريك لو ما واثق فالعلماني أخواننا ضد الدين ما داير الدين بعدين قال لو أغلبية الناس مسلمين نحكمهم بالإسلام لو نص ليه أنا ربنا كمسلم اتعبدني أنا قال وأنحكم بينهم بما أنزل الله أخلي كلام الله واسمع كلامك إنت ربنا قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم شنو الكافرون يا أنا أبقى كافر والقرآن بلعني يا أسمع كلامك أنت ولا أسمع كلام القرآن عرفتها فدي العلمانية الشاردين منها العلمانيين ما دارين يوروها للناس بفضل الله الليلة اتكشفت بكلامه ما بكلامي أنا وبكلام المراجع طيب فقال ما عندنا مشكلة مع الدين عندك مشكلة
بتعريف العلمانيين. أما أنت لو عندك تعريف جديد للعلمانية، أنت خليك زول مفكر وزول فاهم ومنظم، وجيب لك اختراع جديد. يعني أنا ذاتي لو بقيت خلاص على الانحراف وأخلي الدين ده، ما ببقى ضنب. أنا ذاتي بكون لي نجرة جديدة، ما عندهم عينين اثنين ونخرة واحدة وزي بني آدمين. في فريق أنجر وكتانا ده باقي على الضلالة دي، بمشي لا عديل، ما بتلولو، أبقى تبع ليه؟ أبقى نجيض. طيب قال السودان بلد متعدد، ولما تعمل دستور ما ممكن يكون إسلام. ومنو قال لك الإسلام؟ أنت باني كلامك ده على إنه الإسلام، ودي نقطة مهمة يا أخوانا، على إنه الإسلام بيظلم الناس التانين. أنت ما سمعت إنه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين اختصم مع يهودي في درع؟ يهودي ما مسلم، دي تعددية ولا ما تعددية؟ اختصم معه في درع، مشوا للقاضي شريح واليهودي سرق الدرع. وده اللي انتو بتسموه استقلالية مؤسسات القضاء، ده مش هو اللي بيسموه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي ودعم النبي صلى الله عليه وسلم، متزوج بنته، رابع الخلفاء الراشدين، من أهل الجنة، ملان نصوص في فضله من أهل الجنة، مع واحد يهودي اختصم معه قدام القاضي، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أمير المؤمنين ممكن يعزل القاضي ذاته. قام اختصموا اليهودي، قال الدرع حقتي وهدلي أنا لابسة، وده بسموه في القانون شنو؟ التملك، صح؟ يعني هسي أنا لو جيت قلت لك يا أخونا طاقتك دي، لو جيت قلت لك أثبت إنها حقتك، لو القميص اللابس قلت لك أثبت إنه حقك، هسي كده بالراحة مع نفسك كده، لو قلت لك أثبت إنه حقك تثبته كيف ذا؟ بالتملك، صح؟ بالتملك. علي بن أبي طالب شريح قال له أقم البينة يا أمير المؤمنين، قال له أنا عندي شهدين، مولاي قنبر وولدي فلان. القاضي قال له أما شهادة مولاك فأجزناها، مشينا لك، لأنه صح بجوز إنه يشهد له، وأما شهادة ابنك ما أجزناها، رديناها. فقال الدرع درعي. فقال شريح لليهودي اذهب، فإن أمير المؤمنين عجز عن إقامة الحجة. أمش اليهودي ذاته تحير، قال أمير المؤمنين يقاضيني أمام قاضيه وقاضيه يقضي لي عليه، أشهد أن هذا الدين حق وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دخل في الدين. من قال لك الدين بيظلم؟ أنا عشان كده يا شباب قبل قلت لكم الناس الأحزاب العلمانية خاد تفهم للدين إنه حق الكيزان، ده ما الدين. والعنصريات اللي انت بتعاني منها الشعب السوداني كله بيعاني منها، الكوز ما بجيب إلا ود عمه ود أخته كده يشغلوا معه حتى لو كان ما فاهم أي شيء. ده الدين. أنا بتحداك الآن، المصحف موجود والناس وفي ناس حافظينه، أمرق لي آية واحدة قالت تظلم الناس، أمرق لي يا أخواننا. كده بيبقى النقاش منطقي، لو لقينا في الدين في نص بيظلم الناس كلامك يبقى صح، لكن نحن ما لقينا في الدين نص بيظلم زول مهما كان. يا أخي إذا كان الدين قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها إذ حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، دخلت النار. ها يا أخي إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بيوصي المجاهدين في سبيل الله لا تقطعوا شجرة، الشجرة ما تقطعها، ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعته، قاعد بيعبد الله براو قال ما تقتلوا. لكن انت مشكلتك ما عرفت الدين صح، الدين ما عرفته صح. انت ما شفت انه الدين عند الكيزان وقلت يهود الدين يبقى نحن دارين العلمانية، لا غلط، ده ما الدين حق الكيزان، ده ما يهو. ما الإسلام الصحيح؟ الإسلام الصحيح حجبه والنبي صلى الله عليه وسلم فيه عدالة. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جوه في امرأة قرشية، لأنه تكلم عن العروبة، وأنا والله النعرة دي والله كل الشباب بيكون شموافق نعرة شينة يا أخي، ما تقول كلام زي ده يا أخي، ده كلام قبيح كويس. النبي صلى الله عليه وسلم جوه في امرأة قرشية، عشان تعرف إنه الدين ده ما فيه عرب ولا ما عرب، عرفته؟ جوه قال سرقت، كانت بتستعير المتاع، تقول لهم الدوني دي
داير اعمل بها كده مثلا مكشاشه اقول شباب لما ندوها بتقوم تجحد تقول ما اديتوني ولا ايش. فرفعت الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر بقطع يدها. فهم الناس ان تقطع امراه من قريش فقالوا ومن يكلم رسول الله في امرها؟ قال ومن يكلمه الا اسامه. قالوا حب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بحبه شديد. فقالوا لأسامة كلم رسول الله. حديث في الصحيحين. أسامة مشى كلم النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. ثم خطب في الناس فقال قال أيها الناس لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا أقام في أنهم إذا 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 شنو؟ إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. دي عدالة ولا ما عدالة؟ دي اللي بيسموها ناس القانون سيادة حكم القانون. ما هو بس نحن ما منبهرين بالمصطلحات دي لكن موجودة في الدين. أنت مالك مع الدين في شنو؟ الدين أمرك كبلك في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم عشان أوريك إنه ما قاعد يرفض الجديد في الدنيا لما الكفار دارين يغزوا المدينة سلمان رضي الله عنه جاب فكرة شنو؟ الخندق صح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا سلمان ده حق الكفار وخليه يجوا ندرش معاهم ونموت كلنا؟ ولا قبيله منه؟ قبيله منه؟ فأنا ما أعرف إنت عندك معلومات غلط في الدين وللأسف الشديد حتى في العلمانية حقتك عندك غلط. فزول يا أخواننا لما يبقى على حاجة نجدوها. طيب قال الدين علاقة بين الإنسان وربه. طيب لما المسلم يشيل جنيه يدي له مسكين دي رأسية ولا أفقية؟ بالراحة كده ما تزعل أصلا. دي علاقة رأسية ولا أفقية؟ دي علاقة أفقية مش؟ وطبعا دي وهم ساكت في شكل قلبه رأسية وأفقية وما أعرف ليك زاوية 45 درجة وفي دين بيقيسوه بالأمتار. في دين بيقيسوه بالأمتار عرفتها؟ فالدين يا أخواننا بينظم علاقة الإنسان بربه وبينظم علاقة الإنسان بنفسه وبينظم علاقة الإنسان بأخو الإنسان. الزواج علاقة شنو؟ رأسية برضو؟ الدين نظمه ولا ما نظمه؟ فأنا ما عارف يا أخواننا ما تجيبوا لنا كلمات قديمة دي كلام فارغ ساكت. الدين علاقة رأسية المشكلة وين يعني؟ ودي ما أحسن حاجة كونه ذاته الزول المدين ده بخاف من الله سبحانه وتعالى ده ما كويس. طيب قال لو زول ماشي كنيسة ولا مسجد ما عندي به شغلة كده قبل نشوف انه انا احكم بشنو ما احكم بشنو. يا اخي انت زول انت مسلم بتعتقد انه الزول الماشي الكنيسة ده بخش النار تدعو ولا تقول لي تامش وانا بمش؟ الخير وينه يا اخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت وهو لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل شنو؟ من أهل النار. يا أخوانا هل أنتوا عندكم يا مسلمين شك إنه الزول اللي بيموت على غير الإسلام ماشي النار؟ عندكم شك في النقطة دي؟ الحمد لله الناس دي ما عندها شك. طيب يا أخوانا الليلة لو لقيت زول ماشي يقع في بير ماشي يقع في بير بتقول له دي بير ولا ما بتقول له؟ بتقول له صح؟ طيب لو ده ماشي للنار بيتكلم ولا ما بيتكلمه؟ يلا دي العلمانية الكلام ده دي العلمانية. ماشي جهنم تعبد زي ما قاله ماشي كنيسة ماشي غيره العلمانية ما عندها مشكلة تعبد الله تعبد دقر. واحد خش علينا زمان قال في ناس بيعبدوا إله اسمه أنيان رنيا بس إذا أنا لو دار أدعو ذاته ما بكون اتورطت ذاته عرفته؟ دي العلمانية ما عندها بيك شغل يا أخواننا بشنو؟ وانت الان بتطبق في التعريف بتاعه وما حاسي بتطبق انت الان في التعريف بتاعه وانت ما حاسي عرفتها؟ بعدين لو جينا انت ليه تساوي ليه الاسلام ببقيه الاديان؟ النصرانيه ما فيها احكام شرعيه لا فيها حكم لا فيها سياسه لا فيها اقتصاد لا فيها اجتماع ده كله ما فيها. ما ممكن يا اخواننا انا لو جابوا لي قانونين اعتبر الاسلام ده عباره عن دستور وضع زول اعتبر كده. احنا عندنا القران منزل من عند الله اعتبره كده. هل أنا ما بشوف الأصلح شنو؟ بشوف ولا ما بشوف؟ أديك نموذج واحد من الشيء العمل الدين تحريم الربا
تحريم الربا. الآن أمريكا، ما أنت بتقول لي يا أخي أمريكا وما أمريكا، أمريكا لأنه العلمانيين مقتنعين بها. أمريكا بتتعامل بالربا، السويد بتتعامل بالربا، اليونان بتتعامل بالربا، دي الدول كلها بتتعامل بالربا. تتعامل بالربا معناها شنو؟ معناها شنو؟ معناها المجتمع بيخش في ضوائق اقتصادية، والبسموهم الفجوة الاقتصادية. الفجوة الاقتصادية سببها شنو؟ فلان أنا دينتك 1000 جنيه، جيب لي بعد يومين، بعد يومين ما عندي قروش، ما مشكلة نديك تاني يومين لكن ترجع لي 1400. وهكذا أنا ذاتي بتضرر. ليه؟ لأنه أنا بكون عندي أرغام وهو أصلا ما عنده، هو ما عنده تاني أركيبه فيه تاني. شوف الإسلام لما حرم الربا قال لك الربا ده ما بيجي بجنو، ما بيجيك بفايدة على البلد، وإنما بيدخل البلد في ضوائق وفي ورطات، وده الشغل شغالينه العلمانيين الآن. عرفته؟ طيب قال أنا داير لو الإنسان ظلم إنه الإنسان يجد الحلل. هل في الدين ما بتلقى الحلل؟ قال منو ما بتلقى الحلل؟ تلقى الحلل بتاعك في الدين، وتطبق الأحكام الشرعية، و و و و و و وتطبق النصوص والآيات والأدلة، ربنا سبحانه وتعالى يجعل لك بها الحلل تطبيق الدين ده. يا الصحابة لما طبقوا الدين الخيرات نزلت عليهم من كل وجه، خيرات عجيبة. لكن انت الليلة لما تجي تطبق ليه بعدين تطبيق العلمانية ده يا أخواننا ذاته ما بيعود على المجتمع بالنظافة. يعني مثلا قالوا الزول السرق مثلا ما نقطع ايده وحشية. طيب انا بسألك سؤال، الكوز رايك فوق شنو، نقطع ايده ولا ما نقطع؟ شوف العلمانيين لما يقول لك الكوز هاي اقطعوا طوالي، اها رجعتوا للشريعة. ما لانه الزول لما يقطع يده البقية بيطعزوا، لكن لو سجنوا والكوز فارقة معه في سجن اموره قضاه خلاص في سجن ده، بس بيكون قاعد يمرضوه لغاية ما يموت، اكل لما جاءوا سكري وضغط وامراض الطفولة الستة، ما عنده مشكلة تانية. عرفتها؟ فالدين ده يا اخواننا الدين دي الاحكام الشرعية، دي الاحكام الشرعية دي الانسان اللي بتصلح له نفسه واهله. قال العلمانية بتحفظ للزول حقه، ما بتحفظ للزول حقه، بتضيع حقه. عرفتها؟ الان العلمانية في بريطانيا، العلمانية في امريكا، العلمانية في السويد، العلمانية في بلجيكا، العلمانية في المانيا، ما بتحفظ للمسلم حقه، ما بتحفظ لهم حقهم. عرفتها؟ انا من حقوقي اللي بتدعو لها العلمانيه ذاتها انه انا ابقى رئيس، ابقى مسؤول، ابقى قاضي، ابقى كده. وده كله لو انت بقيت انسان مسلم في الدول دي انت بالدستور ما من، مش انا مسلم، خليك من انا المسلم، النصراني زيهم ذاته ما بيكون عنده حق. طيب مساله بدا كلامه بالديمقراطيه. الديمقراطيه دي يا اخواننا كفكرة ذاته، نحن الجامعات دي بنناقش فيها الأفكار. الديمقراطية كفكرة ذاته باطلة. ليه؟ لأنه بيساو فيها الزول المتعلم بالزول غير المتعلم. أنت هنا قريت اقتصاد وتخرجت وفهمت الحاصل شنو وكده، وبقى حساباتك حسابات علمية، جاتنا مشكلة ضائقة اقتصادية في السودان والناس اختلفت وما وصلت لحل، الحل شنو؟ يقول لك الحل بس نصوت. بيجي العتالي بيصوت، والدكتور بيصوت، وبتاع القانون بيصوت، وأي زول بيصوت، الأمي والمتعلم بيصوت. هل ده حل المشكلة؟ ده حل المشكلة يا أخواننا؟ هل المشكلة بحلوها ديل ولا بحلوها ناس الاقتصاد ذاتهم؟ يبقى الديمقراطية ذاتها شنو؟ ذاتها باطل. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، الديمقراطية بتعارض الدين، لأنه بتقول هي حكم الشعب للشعب بالشعب، وربنا قال إن الحكم إلا لله. عرفتها؟ طيب الحرية، ما في حرية، ما في حرية الآن، ما في الآن حرية ذاته. الناس بيقولوا حرية وحرية وما في حرية، كويس. ونحن عندنا في ديننا كمسلمين انت انسان عبد لله، ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا لجنو ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم شنو؟ الخيرة من أمرهم. كن دي أغلب النقاط اللي قالها. نفتح فرصة للمداخلات.